سو أعزائي المشاهدين، اليوم هيلوين ورأيت هنالك العديد من الصغار في الطريق يوم يسيرون لأخذ الحلوى ويطرقون الأبواب على الجيران ولذلك سألت ابنتي إن أرادت أن تذهب، أنت تحب نمشي؟ وزاد واو محلاه ماسكك، سوف أرتدي أيضا شيئا لنراه مع بعض، ابقوا معنا. سو أعزائي المشاهدين لا تخافوا هذا أنا، ابقوا معنا سوف نذهب الآن إلى الطريق. نحن خرجنا الآن، تحب من هنا؟ أوكي إلى طريق، أبقوا معنا لا تفرق. طبعا نبحث عن بيت فيه يقطينة، يقطينة هيلوين تشتعل. إيش أطلع من هنا ببوشتي؟ فهذا البيت يعني مرحبا بكم، تستطيعون الحصول على الحلوى، فنطرق هنالك. هو وين القرعة بابا؟ أنت شفته هنا؟ اذهبوا الى البيت الاول، لا جعلني بحثك بابا امشي. هنا قرع يقطين هيلوين، انظر وقصته. ناقصته البيت الاول لم يفتحوا الباب، ربما لا يوجد احدا هنالك، ايضا ربما خرجوا لي جمع الحلوى. نذهب نواصل. الظلام ظلمة لسه نشوفوه، نخلطوا فما وين العباد برشة نلقاوه. تتواصل رحلتنا. بيت مليء بالهيلوينز. سنة أنا أسرة أنا مليء بالهيلوينز. برا أدخل 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 بحثك. ندخل إلى هنا نشوف وراء هذا البيت، البيت يعني يحتفل هنا بشدة الهيلوين. هيلوينز برا برا دقدق أنا بحثك بابا يعني بالهيلوينز. ناقصة يا حج البخار نقص مرة فيلن تايم هابي هالوين فيلن تايم باي باي هابي هالوين. صح بابا صح، واو ترى وريني واو محلاك محلاك. انا ظلمة الدنيا ترى شوفوا من بعد ترى اقف فم بعد الواحد سنة انا اظهر لي محلاك واو. انا سيت ترى وريني ساكك وريني ساكك واو صح. انا سيت شابو. وجدنا يقطينة اخرى سوف نذهب الى البيت. حوالي هو لقيت قرعة والله انا يوجد اليقطين يعني القرعة، ندخل نستطيع الدخول وننقص برا. تستطيع ابنتي الحصول على الحلوى اللذيذة. ماشي انظر لها في شكل الرهيب هيلوين. ترى فاتي هيلوين هاي هز فما لا غادي مش فما يا دن. اوكي انت كامف شوفوا بحتة بتينا سنة سنة بحتة بتينا ما فماش سارة فارغة الوحدة. يا البيت الذي ذهبنا إليه كان فارغا وضعوا أمام المنزل، علاش أنت ما حبيتش نقص؟ أصحى تطيح. نمشيو من هنا زيكزاك؟ لا مش غادي. من بعد مو يلزمنا نشوفوا هنا فما دياح. ها فما غادي زاد هيلوين، أخسر أنا نشوف. على ما يظهر في هذا البيت احتفال كبير بالهيلوين. هذه هنا شنو شاعل هذا؟ انا ما ثماش قرعة وين بتن شو اخزر هنا عندهم برا برا بابا. ها امشي وانا بحثك امشي بابا بابا امشي.
يعني كانوا يحتفلون بالهالوين، فأخذنا هزيت برشا حاجات من تمك. واو، نواصل رحلتنا. فما قرعة ترى برا، شوف ترى بابا. بس الفارغ الاخر، شنو الاخر اللي انت مشيت توك؟ استل اللي شفته انت تو فارغ، اللي تو شفته فارغ. شنو فارغ؟ فارغ، ما فيه شيء. بيت فيه هذه المعقينة، رد بالكياس. امشي امشي ونوقصه برا برا، انا معك. شوف الباب وين، انا يعني لك يقطينة تشتعل. سوف نطرقه هنا. ها امشي. واو، انا معك. انا يقطينة اليمين هنا، هذا ناحية اخرى. لا هذاك ما فيهش، مش قرعة، مش قرعة. هات نمشي لدار أخرى. في الآخر ماما تطلب فينا، ما يسالش. سنة سوف نذهب إلى هذا البيت الذي نراه يشتعل. هذاك هلك فيه يقطين، سوف نذهب له. أولا هذا البيت فيه إيش؟ أدخل من هنا بابا. فيه يقطين ولا هنا؟ وقول ديما تانكا بابا. باهي نوقص. أصحاب طيحت. دبرت حاجة باهية؟ نذهب ونواصل إلى البيت الذي قلت لكم. واو صح، شو هذيك زاد تاخذ نعبيو. ماما تشوف تلقاه عندك برشا، تقول لك منين جاوك انت بردت ولا صافا؟ شوف قاعدي. اعطى نمشي ولد بدل ثوب. مشي ثم وين بالبرتقالي هذاك؟ برا الباب ثم. انها مزاكشة للهيروين. انظروا ناقصة، هاني بحثك. اخذت حاجة بها؟ بحلاك صح. واو، ايجا نشوف اللي بعد. شوف عادي زرعك فما قرعة بالحق؟ نشوف نشوف غاديك. فما قرعة؟ لا شوف على غادي هكا وهكا. اي برا برا برا. هنا هنا. ها؟ قول لهم زيد سوسة داسة. وهنا يحتفلون بالهلوين. امشي. طرا بابا ادخل. احنا مشينا لبرشا ديار تتواصل. ينفتوا من هنا ميساج. تتواصل رحلتنا من بيت الى اخر، من شارع الى اخر. نشوفوا فما شي قرعه. اجا من هنا بالتروتوار. المحوط ضوءا برتقاليا. انا ذاهب هنا. عامله جو بابوشتي؟ عامله جو. هنا تقريبا فما ضوء، انا نشوف فيه برتقالي. هنا زاد ترى شوف ولا لا؟ شمعه وكهو. هنا حاطين ضوء برتقالي. فيها قرعات. بهوين او كتدخل غادي ادخل لها هنا. امشي برا نقز. وانا قرعات يقطينة.
لقيت ناقوس. تشيس خديت حاجات شدك الكاميرا صور شو انا هكا اجا بحث الضوء باش يشوفوني شد هكا شوفوني شويه انا مرة نمشي الغادي وبطها ظلمة برشا شي هناك لك ضوء هنالك ايضا ضوء فنذهب ذهبنا الى الحديد من البيض يعني طبعا لا استطيع ان اصور كل شيء لان الظلام كالح وسيكون يعني فيديو ليس جميلا ان اصور فقط الطريق ذلك اضواء ولكن اذهب فقط الى المنزل الذي فيه يقطين فنحن يعني متاكدون 100% ان فيه شيء شوفوا الدار هذه اللي فيها برشا ضوء هذا البيت سوف نذهب له في قرعة ولا سنترى فما ضوء فما قرعة بس هاش برا نمشيو لبلاصة أخرى فماش واصلوا رحلتنا هذا المنزل المنير جدا هذا هو بيتي نحن في بعض الجيران نبحث عن بيت فيه اليقطين هذا بيتي انظروا مسالش نمشي لبلاصه اخرى تنلقى امشي رزين القفه نتاعك بدات تتعب شيء يعني هنالك العديد يحتفلون فما برشا يعملوا في حفله شيء ديدي يحتفلون ونتحصل على الحلوى لابنتي الصغيرة ان وجدنا يقطينا هنا فنحط الرحال لا ورا نكملوا الساعة الباب هذا ادخل هنا الساعة ادخل الى هذا ثم نذهب الى الاخر ايضا يحتفل واصلوا الى بعض البيوت هنا نرى شوفوا هنا نكملوا هذا الثنية هذه ونروحوا بها تي تقرا ها فما ضوء هنا نعرفش بالك شي هنا فما هذا الحي لا يوجد فيه يقطين هنا ما ثماش في الدير بحث الديار ثم السنين هذه ما فيهاش قرع عندهم شقرع من غادي بحث الدار فما برشا ديار نمشيو لثم السنين الاخر يعني زرنا على الاقل 7 أو 8 احياء الان هذا الحي الموازي مش قرع هذيك الظلام والدهم يسوء تترقر عقلي اوكي نتوقف عند هذا الحد خذ انت حلقة نشد بالكتاب بابا نذهب الى المنزل وين بابا ماما نقول الماما نحن هنا أين أنا أنا Thank you.